كابتن مدحت شلبي هو يعني ايه علامه مميزه وتاريخيه لماتش القمه، لازم تسمعه بصوت كابتن مدحت شلبي. بس ممكن ربما من التعب، ممكن يعني انا على مستوى شخصي هلتمسته العذر. يعني شفت بعض الخناقات والتصريحات ما بين اللعيبه كده والاحتفالات اللي هي بالنوم، سواء يعني رامي ربيعه وعمر كمال ونصر منسي رد عليهم. التصرفات كانت وحشه قوي من الكل بصراحه. بدايه طبعا يسال اول واحد يسال عنها ورامي. يعني انت رامي خلي بالك احد كباتن الفريق. يعني رامي مع الشناوي احد كباتن فريق الاهلي، فانت تعمل تصرف زي ده ايا كان تقصد بيه. ممكن تاني اهو ممكن رامي يقول لك ما كنتش اقصد المعنى اللي وصل له. لا انت تشيل المسؤوليه، اللي انت مسؤول عن تصرفك، انت اللي ابتدات يعني ان التصرف يروح للناس ازاي. فاللي انت عملته غلط، التصرف اللي انت عملته ده غلط. عمر كمال بقى اللي غريب جدا، عمر كمال قبل ما يشوط ركله الترجيح سجد. يعني ده من اللعيبه بتسجد بعد، هو سجد قبل. فواضح برضو خلي بالك يعني انت في موقف صعب، فعايز ربنا ايه يساعدك. طيب انت ربنا ساعدك، يبقى بعد ما اعتقد يعني اعتقد بعد ما ربنا وفقني اروح قايم زي كلنا بنعمل، ابوس ايدي وش وظهر الحمد لله واروح اقف مكاني. اسمه اخش بقى في سكه التحفيل واصلي هنام ومش عارف هعمل ايه، والحركات دي بصراحه حركات غريبه على لعيبة النادي الاهلي، وحركات تؤكد الضغط العصبي الشديد اللي اللعيبة دي اتحطت فيها سواء قبل المباراة او في داخل المباراة. هو بس في حاجة كمان، ان عمر كمال كان ماضي للزمالك وكان نعم. هيروح للزمالك، فهل ده برضو أيوه. يعني دايما ساعات بيبقى قدام الفريق اللي انت كنت بتلعب معاه او هتروح له، او يعني ده عمر خلاص كان متصور بتيشيرت الزمالك. ايوه فهل يعني يجوز كل الاحوال يا دينا التصرفات خاطئة، وحتى اللي عامل ناصر منسي خطأ. ثلاثة رد الخطأ بالخطأ يعني انا اسف حد. وبرضو انت لسه في وسط الجيم يا سيدي، انا هبرر ده بعد الماتش، هنقول احتفالات زيادة عدم ثبات انفعالي بعد الماتش اضمن. لكن بتعملوا ايه؟ انت بتعمل ايه وانت لسه ما حسمتش شيء؟ يعني ما حسمتش إيه اي حاجة. فاحنا تاني، وطبعا الحركة اللي عملها ناصر دي بتاعت على الرقبة دي بقى دي كارثة. ما تعملش التصرفات دي، يعني ما توصلش برضو تصرفاتك مع الجماهير للدرجة اللي انت بتشير بيها لأي شيء فيه إزاء. ده غلط. انت ممكن تعمل ازمه، ممكن تعمل ازمه لنفسك، ممكن تخلي الدنيا تروح في سكه. يعني برضو لازم الامانه التصرفات دي نتمنى ان هي يتم معاقبتها عشان ما نشوفهاش تاني.